السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم عمي كريبان. أهلا وسهلا بك للا. كده لبس عليك. بارك الله فيك يا بنتي. كل شيء بخير. الله يطول عمرك. اللهم آمين يا رب. الله يرحمها مسكينة. با عمي كريبان زير معي حدا الله يرحم والديك. يا رب يا كريم يا رب. كان خاف فيا الخوف بزاف كان خاف. لا إله إلا الله. وعندي المسا عمي كريبان. ومريضة. نعم لالا مناش تخافي الخوف اللي عندك مناش؟ كان عندنا خاف أي حاجة كان خاف منها كان عندنا تخلع أي حاجة سمعتها كان عندنا تخلع منها. لا إله إلا الله. ويا عمي كريبان الله يحفظك بنتي. الله يحفظك بنتي نعيمة. واحد خويا استعوذ لي عليه الدعاء كي يعطي ضر الظهر الله يسهل عليك. يا ربي يا ربي يا كريم بأمر الله. كاع المسلمين جميعا. يا رحمن يا رحيم حفظك الله. ولك عمي كريبان الله يسهل عليك. أيه؟ على واحدة اسمها جاوبني الله يسهل عليك. سولت دوك اللي كيديروا الرقية قالوا لي راه المس تما نشوف شي راجل سند المنام. أيه؟ وقالوا لي راه المس ونسولك واش بصح ولا لا. واخا نائمة بنتي أنت مزوجة؟ لا طيب كريبان ما مزوجة كيسول الناس ولكن ما كيجوش للدار. أيه نعم وهذا هذا المخلوق كيبان لك في المنام كيجي عندك الفراش بالليل. هذا المخلوق تاني نشوفو عليه ما تيقلعني ما تيقيسني ما والو تاني نشوفو في المنام ديالي صافي. أيها بنتي نعيمة إن شاء الله يكون خير بإذن الله. الله يسهل عليك عمي كريبان دير معايا واحد الدعاء والمستمعين كلهم يقولوا آمين. الله يحفظك بنتي. الله يحفظك بنتي نعيمة. الله يسهل عليك. جزاك الله ألف خير حفظك الله ورعاك لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا عمي كريبان الله يسهل عليك. بارك الله فيك بنتي بارك الله فيك. بنتي نعيمة الحمد لله رغم أن الحياة فيها مجموعة ديال الحياة بالمخاوف وممتلئة بالآلام وبالآثام ولكن بالمقابل الحياة ربي عز وجل جعلها هبة لنا أعظم ما وهب الله تعالى بعد الإيمان وهبنا الحياة. والحياة هي جاءت بين عدمين كما يقول بعض المفسرين وبعض الفلاسفة. نحن كنا عدم ثم شاءت قدرة الله تعالى كل واحد منا سوف يخرج إلى الحياة ليستمتع بها ثم بعد الحياة هناك موت. أي نعم نحن في الدين عندنا هناك بعث ونشور وحساب وجزاء وخلود لكن أهل الإلحاد يقولون لا يقولون هي جاءت إطلالة بين عدمين عدم قبل الحياة وعدم بعد الحياة والحياة مجرد إطلالة. هذا كلام هم من يحق لهم أن يشعروا بالاكتئاب ويشعر بالخوف وبالهلع. أما أهل الإيمان واليقين فعندهم بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الوجود كل واحد منا أعطاه الله تعالى واحد المرحلة تاريخية زمانية ومكانية يعيش فيها. الله عز وجل حينما خلق الخلق وخلق أبونا آدم خلق كل الخلق معه. رأى البشر عددهم ملايير الملايير الملايير من أول الخلق إلى قيام الساعة. لكن الله تعالى اقتضت حكمته أن هذا الكويكب الأرضي لا يمكن أن يحمل أكثر من 5 إلى 6 إلى 7 مليارات. فكل زمن تاريخي كلقوا هذا العدد هو اللي فين أقل منه أو يزيد. لماذا؟ لرحمة بنا. لأن الله عز وجل لو وضع كل هذه المليارات المتعددة ديال المخلوقات دفعة وفوق الأرض ما كفانا نعيم الأرض. ولكن برحمته الواسعة جعلنا خلفة. قال ربنا عز وجل لما نادى الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا يخلف بعضهم بعضا جيل بعد جيل. فنحن عندنا في هذه الأرض ربي كتب لنا هذا الجيل وكتب لنا هذا الزمن وهذا المكان إطلالة وسنعود من حيث أتينا. والعودة غتكون إن شاء الله أحمد. العودة أحمد علاش؟ لأن أهل الإيمان واليقين وعدهم الله بعد الموت بالبعث والنشور والجزاء. فنحن في هذه المدة هذه غادي نلقاو مجموعة من الأحزان
ومجموعة من النكبات والأمراض، ولكن محدودة بالمقارنة مع النعم. نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أين يكون المشكل؟ هو أن الإنسان حينما يقدر ما أعطاه الله تعالى نظره يذهب نحو الآلام والنقصان، ولا يكاد ينتبه إلى النعم. نعم الله علينا كثيرة، غير هذه الظرفية الراهنة التي تسمى بهجوم هذه الهجمة الشرسة ديال كوفيد 19، رأينا الكثير من الناس تغيرت أفكارهم وتغيرت نفسياتهم، وشعروا وكأن الحياة صارت كلها رعب. والعكس صحيح، الحياة بسمة وهدية ورحمة ونعيم من عند الرحمن. 99.99 في الحياة كلها نعم، ولكن 0.01 هذه هي فقط المتاعب التي خلقها الله تعالى للخلق. لكن الناس كل يقدر ذلك حسب تقديره. كنت غير قلت لك بنتي نعيمة، هذاك الخوف اللي عندك رأى الأصل دياله رأى مجرد وسوسة شيطانية، لأن الأصل في المؤمن أنه لا يخاف. المؤمن لا يخاف ولا يحزن، مقامات الإيمان. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية غندخل لواحد الميدان ديال الإحسان، كيف تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ندخل إن شاء الله لهذا الميدان ما يسمى بمدارج السالكين إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وغادي نلقاو أننا قد تخلصنا من كل الأخلاق الذميمة والأحاسيس التي هي مؤلمة. غادي نلقاو حيد الخوف، حيد الألم، حيد الحزن. الخوف بنتي نعيمة قد يكون الخوف من المستقبل، قد يكون الخوف من الظلام، قد يكون الخوف من الوحدة، قد يكون الخوف من تقلبات الزمن أو من الفقر أو من المرض. هذه الأمور كلها هي بيد الله، المال بيد الله، الصحة بيد الله، والمستقبل كله بيد الله. المؤمن يقول ما دام قد وضعت كل أحلامي بيد الله فأنا لا أخاف. أنا لو وضعت أحلامي في يد إنسان آخر أو في يد منظمة أو مؤسسة أو حكومة أخاف، ومن يدري قد هذا الشخص أو هذه الهيئة أو هذه المنظمة أو هذه المؤسسة أو هذه الحكومة لا تفي بوعودها ضاعت حقوقنا. لكن المؤمن يضع كل متطلباته بيد الله، وعنده ضمان 100%% بأن الله عز وجل سيوفيه أجره وزيادة. فالمؤمن من صفاته أنه ليس كباقية الخلق. شتان بين المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالإنسان المتذبذب أو الإنسان المنافق أو الإنسان الذي لا دين له، شتان ما بينهما. المؤمن عنده يقين جازم بأن الله سبحانه وتعالى كما وعد رحمة للعباد، أن صحتنا تكون بخير وعلى خير، أن رزقنا سيأتينا رغدا، وأن المستقبل ديالنا غادي يكون أجمل من الماضي ديالنا. هذا عقيدة المؤمن. فالخوف اللي عندك بنتي نعيمة هو مجرد وساوس شيطانية. الشيطان يأتي عند أذن الإنسان كيقول لي احذر كذا احذر كذا احذر كذا، فكيبقى الإنسان يخاف من الماضي والمستقبل ومن الفقر ومن المرض ومن المصير. كل ذلك وساوس شيطانية. أنا لما أسمع في أذني يقظة أو مناما احضر كذا وغادي يكون كذا وغادي يكون طاعون وغادي يكون الموت وغادي يكون الفناء وغادي يكون ضياع العائلة وغادي، لا أهبأ له أبدا، أقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعندي يقين أن ما كتبه الله لنا هو رحمة. ماذا كتب الله؟ ربنا عز وجل أول ما خلق في الوجود القلم، قلم القدرة، ثم أمره أن يكتب في اللوح المحفوظ. قال يا قلم اكتب. قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. أول ما كتب الله ماذا كتب؟ أول ما كتب الله قال، كتب الله تعالى للقلم قال اكتب ورحمتي وسعت كل شيء. هذا أول ما كتب الله في الوجود، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم كتب الله عز وجل رقم 2 ماذا كتب؟ كتب الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده، يكفينا فقط هذا الذي كتب ربنا عز وجل. ربنا كتب كل شيء، ما كان وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، كتب كل شيء، ما فرط في الكتاب من شيء.
ولكن ما يهمنا هو هذ البندين الأوليين. كتب الله تعالى على نفسه الرحمة، وكتب الله تعالى أنه لطيف بالعباد. فالمؤمن لا يخاف أبدا، المؤمن مرتاح. كل ما يقع لك بنت نعيمة مجرد وساوس شيطانية ملجك، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير تسمعي شي فكرة سوداوية أو تجيك رؤية، هناك رؤى منامية هي من عابة الشيطان، وساوس إبليس ومكائد الشيطان. كتجينا في المنام كتشوف رؤى مخيفة، كتشوف عقارب وأفاعي، وأن أن أن رأسك قد قطع، أو أنك سقطت من مكان عالي، أو نيران أو فيضانات، كل ذلك من وساوس إبليس ليخيف الذين آمنوا. ما تخافش، غنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكت هذا الرؤى أو هذا الإحساس وهذا الوساوس كتهجم علي بقوة، غنستعمل الاستعادة المغلظة. شنو هي الاستعادة المغلظة؟ أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته. راه إبليس يسمع هذه الاستعادة يحترق، يحترق ويهرب منه. اللي وقع عليك بنتي نعيمة هو هاد المخلوق اللي كيجي عندك في المنام، هذا كيتسمى الجني العاشق. راه الحياة خلق فيها الله الملائكة، وخلق فيها الله تعالى الجن، كما خلق فيها الحيوانات وخلق الميكروبات وهذه الجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة. الآن هذا المرض ديال الكورونا وهذا الفيروس المسمى بكوفيد 19 موجود بيننا، لكنه لا يرى بالعين المجردة إلا بأجهزة تقنية عالية الخطورة بالميكروسكوب. وهناك من لا يصدقه، ولكن الذين عانوا منه يصدقونه رأي العين. هكذا الجن هم مخلوقات مثل الجراثيم تعيش بيننا، فيهم الصالحون، فيهم المؤمنون، فيهم الطيبون، وأيضا فيهم بحال البشر فينا، عندنا الصالح وعندنا الطالح وكل الأشرار. هذا اللي هو ينظر إليك، هذا جني عاشق يتلصص النظر بحال البشر. كتلقى لك شي واحد يتحرش بالنساء يكفيه أن ينظر إليهن من بعيد لا يغض بصره، وهناك من يطلق لسانه بكلام، وهناك كيزعم وكيمشي بيديه ورجليه ويفعل ما يشاء. هذا جني عاشق ينظر إليك من بعيد، وربما هو السبب في عدم زواجك، لأن الجني العاشق كيحرم المرأة من الزواج. إذا أراد أن تزوجها إنسان فيتدخل إليه ويسود نظرتها أو نظرته إليها فيفر منها، كيدير لها المانع باش تبقى ديالو بوحده. الطريقة سهلة بنتي، سهلة جدا ديال التخلص من الجني العاشق، وهي أن الإنسان كيكون دائما على وضوء، دائما على وضوء. الوضوء سلاح المؤمن، أتوضأ لكل صلاة، وحتى بين الصلاة والصلاة إذا نقضت وضوئي نتوضأ من جديد، لأن الوضوء سلاح المؤمن. فأنصحك أولا بنت نعيمة، واضبي على الوضوء في كل وقت وحين. الأمر الثاني، حافظي على الصلاة في وقتها، غير تسمعي الله أكبر الله أكبر ديك الساعة. إذا كنت كتفرجي في التلفاز وقفيه، إذا كنت كديري أشغال البيت وقفيها، إذا كنت في العمل وقفيه، الله أكبر من كل شيء. نصلي الصلاة ونقلب على الجماعة، إما كان المسجد قريب مزيان، ما كانش في البيت كنشوف شي واحد يصلي معي جماعة. الصلاة مع الجماعة رها رقية عظيمة، وحينما أصلي أخشع في صلاتي، أحرص على الخشوع، وفي السجود أطيل السجود وأتدلل بين يدي الله. وبعد السلام أحافظ على الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات رقية عظيمة مباركة، هذه بوحدة في حدتها رقية. بعض الناس كيظنوا الرقية هي أنك شي واحد فقير بواحد الشكل معين ويقرأ أحزاب طويلة من القرآن، نعم هذه رقية، ولكن أفضل الرقى هي أن الإنسان يجدد إيمانه مع الله، يواظب على الوضوء وعلى الصلاة في وقتها والأذكار المسنونة، ثم بعد ذلك واحد الذكر بنت نعيمة ما غيبقاش يطوف بك لا الشيطان ولا جنوده من الجن ولا الأباليس ولا غير ذلك.
شنو هو هذا الذكر؟ هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غنقولها معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله، وإن شاء الله عمرك تخافي، وبإذن الله ربي شافيك وشافي الأخ ديالك وشافي العائلة جميعا. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم أختي نعيمة عجل لها بالفرج، عجل لها بالشفاء، عجل لها بالصحة والعافية، باعد بينها وبين هذه الروح الخبيثة كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيها يا ربي من آثار هذا المس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عجل لها بالفرج ولإخوانها وآلها جميعا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.